تحية من الكرة والجماهير لكل الأندية الشعبية. أولا لازم نحافظ عليها في ظل الأسعار اللي احنا بنشوفها، وكمان مدين إيدينا ليهم. اللي محتاج أي مساعدة يتكلم معانا، اللي محتاج أي معلومة عايز يوضحها يدخل معانا ويتكلم، احنا ملك الجميع، وده حبيت اللي أنا أأكد عليه في البداية. خليني كمان ما بقاش بعيد عن الحدث، منذ قليل كأس العالم، مباراة جامدة، مباراة قوية، الجماهير بتستمتع بالمباريات، حدث عالمي بمعنى الكلمة. عايز أقول منتخب كرواتيا القوي، القوي فنيا وبدنيا وجماعيا، قدر يفوز على المنتخب الإنجليزي كالعادة. زي ما قلت لكم امبارح وافتكروا كلامي، اللي بالكرات الثابتة تقدر تحسم مباريات، لكن كان فيه خطأ النهاردة من وجهة نظري الشخصية للمدير الفني الإنجليزي. خليني أشرح لكم من البداية. ابتدت المباراة من بعد 5 دقايق استحواذ كبير جدا للمنتخب الانجليزي، قدر من كرة ثابتة جاب هدف، وبعد الهدف ضيع فرصة واثنين وتلاتة، واللي بيضيع بيبقى لازم يتعاقب. هو ده عالم كرة القدم، في قواعد وثوابت في كرة القدم، لازم لما يجيلك فرصة تستغلها، تدور على التاني والتالت. منتخب الانجليزي، وهنا خطأ المدرب من وجهة نظري، بعد لما جاب الهدف غير طريقة اللعب بتاعة الفريق اللي هم قدروا اللي هم يحرزوا بيها هدف، اللي هي رجع لورا وابتدى يلعب على الهجمة المرتدة، والواضح اللي هو كان مستر كوبر اتصل بيه ما بين الشوطين وابتدى يلعب بخطة مستر كوبر. رجع ابتدى الفريق الكرواتي يهاجم بمنتهى القوة ويضيع فرص كتير جدا. قدر الشوط الثاني المنتخب الكرواتي يتعادل، وبعدين بعد ماراثون كبير جدا جدا الشوط الرابع قدر المنتخب الكرواتي يفوز، لان المنتخب الكرواتي عنده لعيبه متميزه، بيلعب بكره جماعيه، ودايما كره القدم مش مهاره بس، كره القدم بتعتمد كمان على اللياقه البدنيه. فريق يستحق الاحترام، اكيد المنتخب الانجليزي قدم مباراه كويسه وقدر يوصل لمكانه كويسه، ولكن المنتخب الكرواتي لما نيجي نقيم المنتخبين في كل مبارياتهم بذل مجهود اكبر، بيلعب بجماعيه اكبر، ودايما كره القدم بتعتمد على الجماعه مش على فرد لوحده. هتلاقي نجوم كتير في كل مكان، في كل حته في الملعب، نجوم بيلعبوا في افضل الانديه في العالم، بيقدروا ان هم يساعدوا فرقتهم. فمن هنا الف مبروك المنتخب الكرواتي، مباراه قويه، مباراه كلها الناس بنستمتع بيها كلها وكلنا بنتابعها. ده كان كلامنا عن كاس العالم. انا طبعا عارف ان انتوا دايما بتحبوا الامور كلها وبتحبوا الجديه وبتحبوا الانفرادات، زي ما احنا اتكلمنا هنتكلم في امور. انا مش عايز اتكلم على طول، لان دايما في بدايه الحلقه، في بدايه كل حلقه هتسمعوا اخبار مش هتسمعوها في اي مكان، وبنسبه 1000000% الاخبار اللي هتسمعوها هنا مش هتسمعوها في اي حته. معانا فريق عمل محترم، ولكن مش عايزين نبقى بقى عن كاس العالم. وبصوا المتعه وبصوا الجمال، كمان نشوف جمال الجماهير ونرجع لحضراتكم.